تركيب الرموش نفسه ممكن يضعف الرموش الطبيعية، هاي أول نقطة. صحيح. بس النقطة اللي بحب ألفت نظر المشاهدين إلها الأكثر، اللي هو مش الرموش نفسها، الجلو اللي بيستخدموه، اللاصق اللي بيستخدموه للرموش. نعم. هذا تبعاته هو اللي ممكن يعمل فيها مشاكل. نعم. سواء كان بجودة المنتج أو سواء كان بالتكنيشن اللي بيركبه. تمام. إذا تم استخدام كميات كبيرة من الجلو على جذل الرموش ممكن يصير في مخاطر، واحدة منهم أنه يتم تسكير الغدد الزيتية الموجودة بالجفن. نعم. وهي إذا سكرت ممكن يقلل من إفراز المادة الزيتية على سطح العين وتبخر الغشاء الدمعي وبيؤدي لجفاف. هاي أول نقطة. النقطة الثانية ممكن يؤدي لالتهابات حادة ومزمنة وتجمع كيوس أكياس دهنية في جفن العين، وممكن تحتاج لتدخل جراحي في بعض الحالات. الإشي الثاني اللي هو مرات في بعض المنتجات، خلينا نحكي لو كواليتي، ممكن تؤدي لتحسس العين. هاي المادة الجلو بتنزل على سطح العين بتعمل تحسس في قرنية العين وملتحمة العين. يعني على سبيل المثال أجتني مراجعة قبل فترة عندها نازل النظر، عندها هبوط بالنظر ل50% بسبب اللاصق. بالضبط. لما فحصتها واخذت هيستوري هي مركبه رموش وعندها تحسس شديد في قرنيه العين. والمشكله انه هذا الموضوع بده علاج لفتره شويه طويله، راح يكون مزعج. فلازم يكونوا حريصين باختيار المكان واختيار المنتج الصحيح. بحب احكي قصه قصيره فيها. اجتني قبل فتره مراجعه عندها التهابات في غدد جفن العين، بعضها حاده وبعضها مزمنه، واحتجنا نفتحها جراحيا. بس سألتها، واللي هي حاضرة فيديو على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، إنه الكاستر أويل بيطول الرموش، هل هذا صحيح؟ هلأ الفكرة بالموضوع، في بعض الزيوت بيتم استخدامها لبعض أنواع الالتهابات القشرية في جفن العين. بس مش أي فيديو بنحضره لازم إحنا نعمله بالضبط نطبقه، ممكن تكون المعلومة خطأ. وحتى نتأكد من السورس، حتى السورس الصحيح ممكن الإشي بناسب مريض معين ما يناسب حدا ثاني. فإحنا هاي الأشياء بنلجأ للطبيب. القصد بالموضوع نتأكد من السورس ونتأكد هل هذا الموضوع بيناسبنا.